بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد طبعا بلقائي بقناة صدى البلد. أنا عايز أستوضح مع حضراتكم الموقف الخاص بالقضية الفلسطينية أو الأزمة الحادثة لأشقائنا في غزة. جميع أعضاء حزب حماة الوطن وعلى رأسهم السيد الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب في حالة من الاستنفار التام منذ أكثر من 14 يوم منذ بدء الأزمة، لكن من حوالي 4 أيام لما الموضوع احتدم ووصل إلى القصف العنيف اللي تم خلال الأيام السابقة بتدمير مستشفى الأهلي المعمداني وقتل العديد من الجرحى، وفي نفس الوقت قصف منفذ رفح في اتجاه الفلسطيني للمرة الرابعة. الكلام ده عمل حالة من الاحتدام كبيرة جدا طبعا لدينا ككافة أعضاء حزب حماة الوطن، والموضوع وصل إلى الحلقوم. أعتقد أن الشعب المصري كله كان في حالة الغضب الكبير جدا، وفي نفس التوقيت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في بيانه أثناء لقائه بالمستشار الألماني أن الدولة المصرية والشعب، بتلميح بسيط السيد الرئيس قال ممكن غضب الشعب المصري يصل أنه ينزل بالملايين إلى الشارع. الكلام ده ما استنوش أن هم يجي لهم توجيه ينزلوا، ده تلميح بسيط الشعب كله نزل بالملايين زي ما حضرتك شايفة خلال الثلاث أيام السابقين، وآخرهم كان امبارح طبعا الجمعة. كان يعني أعتقد الشعب المصري كله نزل في الشوارع بالملايين، يعني تكاد تكون ثورة كبيرة جدا ضد الاحتلال الفلسطيني الغاشم، احتلال إسرائيل الغاشم على أهالينا في فلسطين. الكلام ده احنا كحزب حماة الوطن طبعا شاركنا في جميع ميادين المحافظات أمس. الحاجة التانية ان احنا منذ 4 أيام شكلنا قافلة كبيرة جدا من المساعدات، فكانت تصل الى مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية سواء مواد غذائية او مواد طبية او أغطية ومفروشات. الحزب قدم الكلام ده لشقائنا ووصلنا بنفسنا لحد العريش، واعتقد ان بدء المساعدات تمت، واليوم شايفين المنفذ اتفتح بعد التمهيدات اللي تمت من الدولة المصرية لفتح معبر رفح والتمهيد ليه في الجانب الفلسطيني. ونتمنى ان الفترة اللي جاية دي يكون كلها يعني في حالة من التهدئة. احنا طبعا المؤتمر الدولي للسيد الرئيس عقده خلال الساعات اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان شاء الله ده يكون ضغط كبير دولي سواء دول غربية أو دول عربية لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أشقائنا الفلسطينيين. وطبعا يعني لا ننسى توجيه السيد الرئيس أثناء لقائه مع المستشار الألماني بأن مصر لن تكون بديل لساحة معركة ما بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي، وغير مسموح بالتهجير الفلسطيني أنه يصل إلى غزة كما هو ظاهر من رغبة الكيان الإسرائيلي. وأنا بركز على حتة الكيان الإسرائيلي ده، لازم كلنا نقول الكيان الإسرائيلي حتى يتم الاعتراف بالدولتين، يبقى في دولة فلسطينية عاصمتها القدس ودولة إسرائيلية عاصمتها تل أبيب، هو ده وقتها نقدر نقول إن في دولة اسمها دولة إسرائيل. لكن حتى ما يتم هذا هنتكلم على صهيوني، الكيان الإسرائيلي الصهيوني، وأتمنى إن يعني كل وسائل الإعلام تتداول هذا الأمر. طبعا الامن القومي المصري خط احمر غير مسموح، ما فيش حد في الشعب من اقل واحد في الشعب حتى السيد الرئيس المسؤول عن القيادة السياسية في الدولة يسمح باختراق الحدود المصرية ودخول اهالينا في غزة مهما كانت الظروف. لازم يحتفظوا بأرضهم في مكانهم مهما يحدث، وإحنا نقدر نساعدهم بكل ما أوتي من قوة من الدولة المصرية وأي إمداد، لكن نقلهم إلى أرضنا أو إلى سيناء ده هيفند القضية وينهيها، وفي الآخر هتبقى المشكلة ما بين إسرائيل وما بين مصر. والسيد الرئيس أوضح الكلام ده في دقائق بسيطة، وضح الأمر كله لكل المصريين وللعالم أجمع. فإن شاء الله الأمن القومي المصري محفوظ، والدولة المصرية لها قائد محترف، قائد على مستوى عالي جدا من معرفة ما هو مفهوم الأمن القومي المصري، وفي الدولة المصرية جيش قوي. السيد الرئيس لما كان وزير دفاع بنى الجيش المصري وأعاد بناؤه وتطويره في أقل من عامين، زاد تصنيف الجيش المصري وأصبح من أقوى 10 جيوش على مستوى العالم. فإحنا نثق في قيادتنا ونثق في جيشنا، وإن شاء الله أمن مصر القومي محفوظ إلى يوم الدين. هتكلم على البيان، أول بيان أصدره أول حزب كان حزب حماة الوطن لمطالبة السيد الرئيس أنه ينزل الانتخابات القادمة. ليه؟ لأن إحنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
ويمكن انا يعني عشان كنت ضابط في الخدمه، كنت بخدم مع السيد الرئيس، فيمكن شهادتي مجروحه، لكن انا لازم استوضح الامر ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بندعمه احنا كحزب حماة الوطن، ومعظم الشعب المصري بيدعم هذا الرجل. هذا الرجل في الظروف اللي احنا فيها دي، السابقه والحاليه والقادمه، هو من يستحق ان يكون رئيس لهذه الدوله لاداره المشهد المتوتر عالميا، سواء على مستوى الاقليم خارجيا او داخليا ممكن الدوله المصريه تتعرض له. هو اكتر رجل يقدر يحافظ على الامن القومي المصري، واكثر رجل يعلم ما هي مقومات الامن القومي المصري، زائد خبرته وهو رئيس دوله لديه الخبره العسكريه لاداره الموقف، ولديه الخبره المخابراتيه، يعني هو عنده مقومات كبيره جدا، وفي نفس الوقت هو عنده مقومات بناء الدوله وبناء القوات المسلحه. كل ده دي مقومات ما اعتقدش انها هتتواجد في الكثيرين لاداره المشهد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فالمشهد اللي احنا فيه اللي حاصل في غزه وفلسطين يبين لكل القوى المعارضه في الدوله المصريه اللي هم توحدوا دلوقتي وقالوا هو ده، وهذا الرجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ده اللي ينفع، وبنطالب بيه انه يكمل المشهد خلال الفتره. مين موجود في الدوله يقدر يكمل هذا المشهد وهذا المشوار؟ لان الرجل بيتعامل مع امن قومي مصري وامن قومي عربي ورؤيه دوليه لاداره المشهد السياسي للوطن العربي، وهو دلوقتي اللي بيدير، واحنا بنتكلم بيدير الجلسه الخاصه بهذا التوتر الحادث. فمين يقدر؟ عشان كده حزب حماة الوطن كان من اوائل الاحزاب اللي اصدر البيان بالمطالبه، احنا بنرغب يا سياده الرئيس انك تنزل هذه الانتخابات ونحن ندعمك. السيد الرئيس في حملته الانتخابيه، الحمله مكونه من ايه؟ من اربع جهات: حزب حماة الوطن وحزب مستقبل الوطن، وهو متصرح طبعا وده حاجه معروفه، التحالف الوطني وحياه كريمه. دي الجهات اللي دعم السيد الرئيس ووقف في ظهره في انتخابات الرئاسة. طبعا احنا الفترة اللي فاتت اشتغلنا في الحملة الانتخابية على تجميع التوكيلات، انا مش عايز اقولك طبعا كتسكية اعداد اكتر من 400 عضو، توكيلات عدت المليون، مليون وكسر. لا انا عايز اوضح لحضرتك ده المليون وكسر دول وصلوا لاتنين مليون دلوقتي ويمكن واكتر، بس ده اللي اتقدم، لكن انهالت علينا التوكيلات بعد كده. انا لحد يعني قبل ما يتقفل باب الترشح بتنهال علينا توكيلات بالالافات. دعم كبير جدا جدا من المواطن المصري ومن كافة الاحزاب السياسية. انا عايز اقولك الاحزاب المعارضة كلها متكتلة، لما كنا في تحالف الاحزاب من يومين، يوم ما كنا في الازهر وعاملين وقفة الأحزاب كلها، احنا لقينا كل الأحزاب المعارضة جاية تشارك وبتطالب ان السيد الرئيس يجي وينزل يدعموه في الانتخابات، وهو ده الأمل للدولة المصرية، وهو ده اللي هيعبر بالدولة المصرية ان شاء الله الى الأمن والأمان اللي بننشده. توافق كبير جدا وتزكية كبيرة للسيد الرئيس انه يستكمل المشوار، والشعب كله في ظهره. واكيد حضرتك شفت امبارح الوقفة اللي تمت في الميادين كلها، تحية كبيرة للسيد الرئيس وتحية للدولة المصرية وتحية للشعب الفلسطيني. كان في حالة من التناغم، انا كنت في وسط الناس امبارح عند المنصة، تناغم كبير جدا، الشعب كله متضامن ونازل عشان هذه القضية وعشان دعم السيد الرئيس، وبيحملوه المسؤولية. يعني تخيلي لما يبقى واحد متحمل مسؤولية وطن عربي مش دولة مصرية، المشكلة اللي بتحصل في فلسطين دي هتسمع في كل الوطن العربي، فاحتوائها وإدارتها بالإدارة الحكيمة اللي بيديرها السيد الرئيس ده مش موضوع هين وسهل. أنا أقول لحضرتك السيد الرئيس عنده من الذكاء والحنكة السياسية التي لا تتوفر في الكثيرين. لما بيجي يتكلم ويوجه بيبقى لديه بوينتس كده بتنور، ورسائل تنور، رسائل دي سياسية وفي نفس الوقت رسائل قوة. يعني لما قال بالظبط، وما قال انتوا بتنقلوا المشهد الفلسطيني، عايزين تنقلوه في سيناء عشان يحصل حرب ما بين الفلسطينيين في سيناء والاسرائيليين. ما هو طبيعي لو الفلسطينيين بحماس وصلوا سيناء، ما برضو هيضربوا الجانب، والجانب الاسرائيلي هيضرب في سيناء. فاحنا ايه، احنا كمصريين لو انت بتضربهم، لو تسامح يعني، وده مش هيحصل، لو ده حصل مصر هترد، يبقى هتبقى حرب ما بين مصر واسرائيل، واحنا مش هنسمح بكده اصلا. يوم ما السيد الرئيس تكلم بكل صدق وبكل صراحة مع الشعب المصري في لقائه مع المستشار الألماني، السيد الرئيس عنده ذكاء سياسي كبير جدا، قدر يحرك الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري كان مستني المبادرة، مستني حد يحركه. هذا التحرك أرعب الإسرائيليين، أما يلاقوا الشعب المصري كله نازل بالملايين في الشوارع، الإسرائيلي أو اليهودي برضو عنده شيء من الرهبة من القوة والتكدس في القوة، لأن هم حاسين برضو بالضعف. مهما كان عندهم الآلة العسكرية قوية وعندهم المساندة الأمريكية، لكن برضو حاسين إن هم لا يتحملوا ضغط الشعوب. فالشعب المصري تحركه ده بتوجيه من السيد الرئيس غير مباشر، ده من ضمن العلامات القوية جدا بإدارة حكيمة من السيد الرئيس، خلى القضية الفلسطينية تتحرك
لصالحهم في الوقت اللي احنا فيه، ويرضخوا الاسرائيليين لفتح المعبر. وطبعا اكبر مشهد ان احنا نشوف امين عام الامم المتحده يصل امبارح على المنفذ ويصور عند المنفذ، ده توجيه يعني غصب عن اسرائيل لازم تفتحه، وفعلا اتفتح النهارده وتمهيدات والمساعدات بدات تدخل. كل ده اداره من مين؟ اداره من السيد الرئيس. فله كل الشكر وكل التقدير على اداره هذا الموقف. اداره اي شيء في الدنيا دي كلها محتاج من يحسن الاداره، ومن يحسن اداره الدوله هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.